هذا رجل اسمه العابد جريج، تعرفون قصته. جريج مشهور، الرسول حدث كان هذا الرجل يعيش في وقت قبل وقت النبي صلى الله عليه وسلم. كان رجال عادي جدا، وبعدين بدأ يحب العبادة، يتنسك ويذكر ربه كثيرا وانشغل بالعبادات. وسوى راح بناله صومعة، المكان اللي يتعبد فيه، وجلس يجلس. الصومعة بناها من طين، ويقضي اغلب وقته في الصومعة يتعبد ربه، وحط في الصومعة فتحات نوافذ وجلس يتعبد ربه. طبعا قومه ابتدعوا الرهبانية وكتبها الله عليهم، منهم اللي راعوها ومنهم اللي فرطوا فيها. هذا جريج كان امه موجودة، ولا عند امه الا هو الوحيد، وحيد امه. فتجيه امه ما عاد يخدمها، سار في الصومعة يتعبد وتارك امه. وجت امه تناديه: يا جريج. هو يسمعها ويصلي الله اكبر، يقول: فاسمع امي تناديني، فاقول: امي وصلاتي. تقول: فغلبت ان صلاتي اولى، مع انه كان الاولى لو كانت نافلة وش يسوي؟ يقطعها، وان كانت فريضة يخففها حتى يؤدي عبادة ثانية لامه. يا جريج. يقول: فاقول: امي وصلاتي. يقول: فاترك امي واقعد في صلاتي. ازعلت امه وراحت. جت المرة الثانية او اليوم الثاني احتاجته: يا جريج. يقول: فاسمع اقول: امي وصلاتي. يقول: فاتركها. يقول: جت المرة الثالثة: جريج. فغضبت، قالت: اللهم لا تمت حتى تريه المومسات، اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات. دعاء صعب. نسى جريج ونست امه، وقيل انها ماتت امه. جريج دارت الدنيا والناس تتحدث عنه: ما رأينا اعبد من جريج، عابد زاهد في صومعته، مقفل بابه، مصلي خاشع، ولا يمكن يفتن. سمعت حرمة اكرمكم الله بغي مومسة، قالت: وش تعطوني اذا فتنته لكم؟ اعطوني شيء وانا اجيب راسه. فوعدوها بان يعطوها عطية وتفتن جريج. وراحت هذه المومسة، تزينت وهي جميلة، وحاولت، وكل ما اتت اليه قال: معاذ الله، انه ربي، اعوذ بالله. هذا الايمان، يتعوذ بالله. حاولت ما استطاعت. كل ما طلعت من الصومعة لقت عند الصومعة راعي يدور بغنمة، فجت عنده وقالت له: تعال. فراودته هي عن نفسه، ومكنته من نفسها. فلما فعل بها اكرمكم الله حملت، وبدأت تخطط وتمكر. اول ما انجبت ولدت راحت تصيح في الناس، قالت: اني انجبت هذا الولد تراه من جريج. اتهمت هالمسكين اللي جالس في صومعته، والناس صدقت: يا الكذاب، يا الدجال، يا المنافق، تضحك علينا ونسوي نفسك انك تصلي وانك تتعبد ربك وانت كذا وكذا وكذا. هو سمع بالكلام لم يصدق، بشوي شالوا الفؤوس يهدمون عليها الصومعة. يا الربع ايش تسوون؟ يقول لهم: ماذا تصنعون؟ قال: نهدم صومعتك ايها المنافق، انت منافق ودجال وكذاب، ونحن لن نصدقك بعد اليوم. وهدوا عليه الصومعة وربطوه وجلدوه وجرجروه في الشوارع قدام الناس. وفي الطريق شوفوا الدعاء كيف والفتنة تحصل. مر على مكان يجتمع فيه اكرمكم الله المومسات، فخرجنا من النوافذ وشرف المكان هذا وعلى الطرقات ينظرنا الى جريج. فالتفت جريج فرأى وجوههن فبكى، قال: دعوة امي اصابتني، احمد الله انها ما قالت اللهم اجعله يقع في المومسات، بس ينظر الى وجوه المومسات. سحبوه، فلما ارادوا قتله في ساحة القتل والقصاص والاعدام، قال لهم: لحظة، انا ابغى اشوف الولد اللي تقول انه ولدك، ورونيه. جابوا الولد وجابوا الحرمة هذه. قال لها جريج: من انت؟ قالت: انا فلانة. قال: ابن من هذا؟ قالت: ابنك. قال: تحلفين؟ قالت: احلف. قال: اعطيني الولد، حطيه هنا، حطوا الولد. قال: تسمحون لي اصلي ركعتين؟ قالوا: صل. فزعوا الى الصلاة وكبروا صلى. يوم خلص قال: اعطوني الطفل، جيبوه. وشاله، اول ما شاله نخسه، قال: ابن من انت؟
تخيلوا وش اللي حصل. قام يتلفت الطفل، قال ابنه من أنت؟ قام يتلفت، الناس يشوفون في مشهد مهيب، ما تكلم في المهد إلا ثلاثة ومنهم هذا. قال أنا ابن الراعي، والراعي من دس، ما أبغاهم يشوفونه. فحاولوا يلحقونه فانحاش وجابوه واعترف، واعترفت المومسة. اعتذروا من جريج وتسمحوا من جريج وقالوا له نبني لك صومعة من ذهب وفضة. قال لا تبنوا لا من ذهب ولا من فضة، أعيدوها كما كانت. اليوم الأم لها قيمتها، والبنت لها قيمتها، والزوجة لها قيمتها، والأخت لها قيمتها، والخالة لها قيمتها، المرأة لها قيمتها، لأن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل رتب النبي وهنيئا للآباء على تربيتهن وتأديبهن وتعليمهن، رتب عليها إيش؟ دخول الجنة. اسمعوا، اللي له زوجة وعنده بنات، سواء كانت ثنتين أو واحدة أو ثلاث أو أكثر من ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له ثلاث بنات فأحسن تأديبهن وتعليمهن ورحمتهن فإن له الجنة. الجنة هنيئ والله. بعض الناس عنده بنات ومتضايق، احمد ربك، احمد الله أن جعل الله لك الجنة بهؤلاء البنات. أحسن فقط التربية وأحسن التأديب وأحسن التعليم وأبشر. ثم قال رجل يا رسول الله ومن له اثنتين بس عنده بنتين؟ قال واثنتين. قام واحد قال وين كانت واحدة؟ قال فواحدة. حتى اللي عنده بنت واحدة، والله العظيم يكفي فقط النساء من هذه اللقاء اليوم هذا الحديث فقط. هنيئا لنا برسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. ولذلك فاطمة مات كل ابناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور، بقي من؟ بقي الإناث، ثم آخرهم فاطمة. فاطمة كان الرسول يحبها إلى درجة أنه إذا دخلت عليه قام لها، وقف وحبها على رأسها وجلسها في مكانه. لما دخلت عليها آخر يوم كان يحتضر، عرفت فاطمة أنه يحتضر. كيف عرفت؟ من يعرف؟ ما قام لها. تقول فاطمة اعتدت منه صلى الله عليه وسلم أنما أنني كلما دخلت قام لي، فدخلت ذلك اليوم فما قام، فعلمت أنه يحتضر صلى الله عليه وسلم. الله أكبر على هذه الرحمة. أيها الآباء، في بيوتكم، في بيوتكم باب من أبواب الرحمات، وهن البنات. فالله الله، اسألوا من فقدوا الآباء والأمهات في بيوتهم. أظلمت البيوت، وإن كانت كثيرة الأنوار والإضاءة وقلت البركة، وإن كانت الأرزاق وتتدفق على هذه البيوت، وصدق الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووالله لن يندم رجل ولا فتاة ندما أشد عليه من إذا وضع والده أو والدته في قبره ثم وقف تلك اللحظة ليتحسرن طوال عمره، لأنه أغلق في وجهه بابان كانت إلى الجنة. أما نصيحتي لأبنائي وبناتي أن تستغل وأن تلج إلى الجنة عن طريق الأبوين ما داموا أحياء. قصة رمزية يذكرها التاريخ من شدة رحمة الأم بولدها. رجل طلب من شاب عاق أن يعطيه بضاعة بشرط أن يأتي بقلب والدته له، فعبر الشاعر بهذه القصيدة الرمزية، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى فأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وجاء على الأثر. من فرط سرعته هوى، وهو يركض طاح بيعطي القلب الحرامي الثاني، من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعثر إذ هوى. ناداه قلب الأم، يوم طاح تدحرج قلب أمه وتنشف فيه التراب، ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ حتى في هاللحظة هل أصابك من ضرر؟ والأب، الأب اللي يشقى ويتعب، وأصعب شيء على الأب حينما تدمع عينه. بعض الشباب قاسي، تدمع عين أبيه أمامه ولا يهتم، رجل ما عمره بكى فيدمع عين والده عليه عصيانا له، ولسان الأب يقول غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتما مؤجل، فلما بلغت
السن يوم كبرت صرت رجال، والغاية التي إليها مدى ما كنت فيها آمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فيا ليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، وأوليتني حق الجوار ولم تكن بمالك دون مالي تبخل. مصيبة أنه يتعب الأبوين وفي النهاية يجد القسوة وعدم الرحمة والعقوق والتأفف والنظرات الغريبة. البر الحقيقي مو بأنك تقوم بحقهما فقط، البر أنك تقوم بالأمر الذي يريدونه قبل أن يطلبه. الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إني أريد الجهاد، قال أحي والدك؟ قال لا أبوي ميت بس أمي حية. قال ارجع ففيها فجاهد، والله يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة. يا أخي خلها أقرب إليك من صاحبك وصديقك، صاحب أمك وأبوك كما تصاحب أغلى الناس عندك. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الجناح عند الإنسان يديه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير.